لليوم الثاني على التوالي، اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة بيان الحكومة الجديدة تمهيدا لمنحها الثقة وسط إشادات من الوزراء المشاركين في الجلسات. مفاوضات التهدئة في قطاع غزة تتواصل في محاولة لإنجاز اتفاق. حماس تتهم نتنياهو بمحاولة إفشال الجولة، وواشنطن تبدي تفاؤلا حذرا. مع تواصل العدوان على غزة، إعلان حي الشجاعية منطقة منكوبة غير قابلة للحياة، وإدارة بايدن تستأنف إمداد الاحتلال بالقنابل الشديدة للانفجار. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي للاستماع إلى عدد من الوزراء. استمعت اللجنة خلال النصف الأول من اليوم إلى وزراء الصناعة، قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي. كما استمعت اللجنة في الجلسة الثانية من اجتماعات اليوم إلى وزراء النقل، الطيران المدني، السياحة والأثار، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستعرضت اللجنة خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة خلال الجلسة الثانية، والتي أكدت أن من ضمن أهدافها هو جعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت من خلال عدة برامج رئيسية. كما استعرضت اللجنة خطة وزارة السياحة التي أكدت أن من أبرز مستهدفاتها هو الوصول إلى 30 مليون سائح، مع العمل على تنوع الأنماط السياحية واستغلال المقومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها. أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي بنتائج أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة. وفي كلمة له أشار المستشار محمود فوزي إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وأنها تضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات، مشيدا بالاستضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة. وللمزيد من المتابعة حول أعمال اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، ينضم إلينا من مقر المجلس بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. بعد التحية كريم، يعني ضعنا في تفاصيل اليوم الثاني لعمل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وأبرز ما جاء من مناقشات بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هنا من مقر مجلس النواب بالقاهرة نتحدث عن اليوم الثاني واللجنة الرابعة، وبها عدد كبير من النواب وهم تحديدا 42 نائبا يناقشون ويستفسرون من السادة الوزراء المعنيين في الوزارات المختلفة عن الأطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة الخاصة ببرنامج الحكومة خلال 3 سنوات قادمة. بالطبع اللجنة الأخيرة والرابعة بدأت تقريبا منذ ساعة أو ساعة ونصف تقريبا. بدأت هذه اللجنة بحضور وزير النقل، وهو في نفس الوقت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بجانب وزير الطيران المدني ووزير السياحة والأثار. ربما يكون اختيار الوزراء بناء على ارتباط هذه الوزارات أو تشابك هذه الوزارات بشكل عام من أجل المنفعة العامة التي تخص الوطن والمواطن بشكل عام. ربما من أهم النقاط هي تطوير آليات النقل خلال الفترة القادمة،
تحدث أيضا عن إنشاء آليات جديدة، من أهم ربما هذه الآليات هي إنشاء 30 ميناء جاف، أي يكون ميناء استراتيجي، وأيضا يكون هذا الميناء يختلف إما لاستقبال البضائع المختلفة أو تصدير البضائع المختلفة، أو في بعض الأحيان مثل موانئ الترانزيت، وهيكون بها يعني ربما صيانة للسفن وغيرها من المستلزمات الخاصة بالسفن. هذه نقطة ربما بسيطة ضمن برنامج النقل الكبير والمتوسع لخدمة المواطن المصري، منها أيضا زيادة العمل على يعني ربما وسائل النقل الكهربائية نظرا للتوجه العام للدولة للمناخ الأخضر أو التعامل بالطاقة الخضراء. بالإضافة لذلك أيضا ملف السياحة ناقش فيه النواب وزير السياحة، وبالطبع يعني تصوره لملف السياحة خلال الفترة القادمة، وتحدث عن استهداف الوصول ل30 مليون سائح خلال الفترة القادمة، ولكن أيضا الاستفادة بشكل عام من الملفات السياحية بشكل خاص، الملف العلاجي وتطوير السياحة العلاجية في مصر، واستغلال الثروات السياحية بالطريقة المثلى للاستفادة المثلى والقصوى من هذه الثروات. وأيضا من أهم النقاط الخاصة بملف السياحة هي تطوير المتاحف واستغلال الأمثل للمتاحف، ربما كانت هذه أهم الملفات التي تم طرحها اليوم، والاستفسارات الخاصة بالنواب لملف النقل وملف السياحة في هذه اللجنة. أما اللجنة الثالثة منذ قليل كان هناك حديث عن توطين الصناعة وتطوير الصناعة بشكل عام، وهي من أهم الملفات، وفيما يخص تحديدا عودة المصانع التي كانت قد توقفت من قبل، وأيضا تيسير جميع الإجراءات لتشغيل هذه المصانع بدون أي عراقيل، أو على الأقل محاولة لحل كل هذه العراقيل للوصول للصناعة بشكل عام. شكرا لك على هذه المعلومات الوافية مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، كنت معنا مباشرة من مقر أراء عددا من أعضاء مجلس النواب حول ما تناولته جلسات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة، نستعرضها مع حضراتكم. يعني احنا في اليوم الثاني لأعمال اللجنة الخاصة بإعداد الرد على بيان الحكومة ودراسته، وبحضور السادة الوزراء، وبعد يوم حافل بالأمس كان يعني يمثل زخم من المساهمات والمناقشات الجادة التي لا تعرف خطوط حمراء حقيقة الأمر. وأيضا اليوم الثاني النهاردة بدأنا الجلسة الأولى بحضور 3 من السادة الوزراء، وزير الصناعة، وزير قطاع الأعمال، وزير الإنتاج الحربي. وهناك في قاسم مشترك بين القطاعات 3 اللي هو فكرة الإنتاج والتصنيع، يعني قطاع الأعمال الإنتاج والتصنيع، أيضا الإنتاج الحربي باعتباره حتى رغم أن الإنتاج الحربي يتصف بخصوصية من حيث المنشأ والهدف صناعات حربية، لكن عنده فائض الطاقة الإنتاجية عنده بيوجهه إلى إنتاج صناعات مدنية. النهاردة بنتحدث مع كافة الوزراء بشفافية شديدة جدا، لأن قاطرة الاقتصاد المصري ستقوم بشكل كبير على التنمية الصناعية والتنمية الزراعية ورفع القيود أمام أي عقبات تواجه تلك المحددات الرئيسية كقاطرة للاقتصاد. توطين الصناعة دي شيء مهم بمختلف مستوياتها، في الكبيرة والصغيرة والمتوسطة حتى متناهية الصغر، ولازم الصناعة تبتدي من إيه؟ من المحافظات بطبيعة كل محافظة وطبيعتها الاقتصادية.
بهدف تطوير البنية الاقتصادية في مصر ورفع معدلات النمو الاقتصادي، تواصل الدولة المصرية خططها في إيلاء اهتمام خاص بقطاع الصناعة. برنامج عمل الحكومة الجديدة سعى لمراعاة هذه الشواغل من خلال استكمال البناء على ما سبق إنجازه خلال الفترة الماضية وتعزيز تحسين بيئة الأعمال لدى دعم المستثمرين المحليين والأجانب. بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة. البرنامج الحكومي الذي يأتي تحت عنوان معاً نبني مستقبلاً مستداماً يسعى لاستكمال مسيرة العمل السابقة والبناء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، فضلاً عن مواصلة العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية. في الوقت نفسه تستكمل الحكومة تركيزها على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية. وفي هذا الإطار وضعت أجهزة الدولة برنامجاً لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي، وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة. كما تواصل الحكومة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعات المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى متابعة الخريطة الاستثمارية الشاملة التي تم إطلاقها لعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل وموزعة على مستوى المحافظات. واتصالاً بالمحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة والمعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، أكدت الحكومة سعيها المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنوياً. هي إذن أهداف واضحة ورؤية ثاقبة تسعى الحكومة الجديدة من خلالها لإحداث نقلة نوعية على صعيد التنمية الصناعية. ومن أجل تلك الغاية أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية. والتي تعد إطاراً رئيسياً لخططها الاستراتيجية في مختلف المجالات والقطاعات، ويعد الحفاظ على الاستقرار السياسي والتمسك الوطني والاجتماعي من بين أولويات العمل الحكومي لتعزيز قوة مصر على الأصعدة كافة. مسارات ومحددات عدة ينطلق على أساسها برنامج عمل الحكومة لتحقيق استقرار الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
ومن بين هذه المحددات محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، والذي يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وإعلاء قيمة المواطن والسعي إلى بناء الإنسان بناء متكاملا. وليس ذلك فحسب، بل ستسخر الحكومة كل الإمكانيات المتاحة من أجل البناء على دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد يأتي ضمن أولويات الحكومة، وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق. ومن بين المرتكزات التي يقوم عليها محور البرنامج أيضاً تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك. ويشمل هذا التواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني وممثلي المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والشباب والمرأة لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم. تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية من أهم المرتكزات التي يقوم عليها برنامج عمل الحكومة الجديدة، وهو من شأنه المساهمة في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني. ولم يغفل المحور الرابع من البرنامج أيضاً تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية، مع مواصلة العمل على ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية. وبالتوازي ستعمل الحكومة على تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. كل هذا من شأنه أن يبني أواصر الثقة بين المواطن والدولة من خلال تعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين وتعزيز سيادة القانون. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على الانخراط النشط في مختلف آليات وأنشطة تجمع بريكس الواعد. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس المنعقد في روسيا الاتحادية، حيث أوضح جبالي أن تحقيق السلام العالمي يواجه حاليا تحديات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات، مضيفا أن الأمال تعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي لمواجهة تحديات العصر الراهن ودفع أطر وآليات التعاون الدولي إلى آفاق أكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح
أو تحقيق الأمن. أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو اجتمع طوال اليوم مع المفوضين الإسرائيليين الذين عادوا من العاصمة القطرية الدوحة. وأشار مكتب نتنياهو إلى أن وفد المفاوضات سيتوجه اليوم إلى القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة. من جانبها أكدت حركة حماس أنها لم تتلقى حتى الآن أي معلومات عن تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى والمحتجزين. واتهمت حركة حماس سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال الجولة الحالية من المفاوضات. هذا ومن المقرر أن تستأنف جولة المفاوضات الراهنة في القاهرة خلال الساعات المقبلة. يواصل الوسطاء جهودهم لتقريب وجهات النظر بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. بالتزامن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إفشال التواصل لاتفاق بهدف الحفاظ على حكومته من أي تهديد داخلي. رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء وجولاتهم المكوكية بالمنطقة للوصول لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والتصريحات التي تشير إلى وجود تفاؤل حذر بشأن التفاوض، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتعمد إفشال التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. ويرى مراقبون أن نتنياهو لا يريد التوصل لاتفاق وسيرجئ حسم أي شيء قبل زيارته لواشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر بهدف الحفاظ على حكومته من أي تهديد داخلي. إلا أن الوسطاء إلى جانب الحليف الأمريكي يضغطون بشدة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية على صفحاتها ومواقعها إلى أن نتنياهو يتعمد في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة والطلب من وزرائه مهاجمة مقترح الاتفاق. وأوضحت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن نتنياهو عمل في الأشهر الماضية بشكل ممنهج لإفشال التوصل إلى أي اتفاق لصفقة التبادل، مشيرة إلى أنه كان يسرب للصحافة معلومات تتعلق بمفاتيح التفاوض. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة نتنياهو استخدم طرقا عدة لإفشال المفاوضات، منها تسريب معلومات سرية كانت تعرض خلال المشاورات مع طاقم المفاوضات، كما كان يتعمد إصدار بيانات ضد الصفقة باسم مصدر سياسي في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات. وأوضحت الصحيفة أن شروط نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس التي يوجد عليها خلاف بين الطرفين تتلخص في السماح لإسرائيل باستمرار القتال وعودة المحتجزين من دون التنازل عن أهداف الحرب التي يجب أن تحققها إسرائيل وعدم عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة. ويؤكد محللون إسرائيليون أن نتنياهو لا يريد إبرام الصفقة، وما يهمه حقا هو بقاؤه السياسي، مشيرين إلى أن خلافه الأساسي مع حماس أنه يريد من الولايات المتحدة الأمريكية تصريحا علنيا باستطاعته استئناف الحرب مع حماس. يأتي ذلك في الوقت الذي تنظم فيه عائلات الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة ونشطاء إسرائيليون مسيرات واحتجاجات في إطار الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتصديق على الصفقة مع حركة حماس. أعرب جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف كيربي أنه من الممكن تضييق الفجوات بين الجانبين، مضيفا أن بريت جيك المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ومدير وكالة المخابرات الأمريكية بيل بيرنرز يحاولان تقريب وجهات النظر بين الجانبين. طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الغرب بعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وفي غزة.
وعلى هامش قمة لحلف شمال الأطلنطي التي عقدت في واشنطن، أكد رئيس الوزراء الإسباني أنه في حال إعلان بلاده دعم أوكرانيا بهدف الدفاع عن القانون الدولي، فإنه يتعين عليهم فعل نفس الشيء فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. هذا وطالب سانشيز بضرورة إصدار قرار بوقف فوري وعاجل إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا من خطر التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل. أعلن يوآف جالانت وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي أنه بحث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغارك إيصال ذخائر مهمة سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في غضون أيام. وقال جالانت أنه ناقش مع المبعوث الأمريكي التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة، كما أكد أن إبرام صفقة مع حماس لا يعني التهدئة على الجبهة الشمالية إلا إذا توصلنا لاتفاق مع حزب الله. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات حول إمكانية إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، وذلك خلال الأشهر المقبلة. وأعلنت القناة أن العديد من أعضاء حزب الليكود هاجموا جالانت في الجلسة العامة للكنيست، حيث يعتقدون أن جالانت يتصرف بشكل مستقل ويجب إيجاد فرصة لإزاحته. ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان لدول المجموعة أكد وزراء الخارجية أن مثل تلك الخطوات الأحادية لها نتائج سلبية على قضية السلام. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين. المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 38,345 شهيدا، هذا بالإضافة إلى 88,295 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر عام 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 50 شهيدا و54 مصابا للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 34 فلسطينيا على الأقل في غارات جوية لقوات الاحتلال على مدينتي غزة ورفح الفلسطينية. أوضحت السلطات الصحية أن 4 فلسطينيين من بينهم طفل استشهدوا في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية، فيما يوجد أكثر من 30 جثة شهيد ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة. أعلن الدفاع المدني في غزة حي الشجاعية كمنطقة منكوبة غير قابلة للحياة، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أكثر من 85% من المباني في حي الشجاعية غير قابل للسكن. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أنه تم انتشال أكثر من 60 شهيدا، فضلا عن وجود العشرات من الشهداء تحت أنقاض المنازل في إحصائية أولية بمنطقة الشجاعية. ولفت إلى أن طواقمه ممنوعة من دخول هذا الحي تلبية لاستغاثة المحاصرين وانتشال جثامين الشهداء. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 كيانات مرتبطة بأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن من بين المستهدفين منطقة لهافا غير الهادفة للربحة وعدة مزارع أغنام وماعز، هذا بالإضافة إلى 3 أفراد.
أكدت الخارجية الأمريكية أن الموقف في الشرق الأوسط يمثل تحديا أمنيا كبيرا. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن أنتوني بلينكن ناقش مع نظرائه على هامش اجتماعات قمة الناتو سبل الوصول إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وإنهاء المعاناة في غزة وتحقيق الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، إلى جانب تحقيق سلام واستقرار أوسع في الشرق الأوسط. قال مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تستأنف إرسال قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل. وأوضح المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن ستواصل إرجاء إرسال قنابل زنة 2000 رطل بسبب مخاوف إزاء استخدامها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن قلق بلاده ينصب على الاستخدام المحتمل للقنابل التي تزن 2000 رطل في رفح الفلسطينية ومناطق أخرى في غزة. كانت الولايات المتحدة علقت في مايو الماضي شحنة قابلة لقنابل زنة 2000 رطل و500 رطل. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 7 فلسطينيين من بينهم طفلان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة حلحول شمال الخليل ومخيم بلاطة شرق نابلس. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول وداهمت عددا من منازل المواطنين وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام، مما تسبب باشتعال النار في أكثر من منطقة في البلدة. وفي سياق متصل، اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وداهمت عددا من المنازل داخل المخيم، واعتقلت 10 فلسطينيين من بيت لحم ورام الله والبيرة بالضفة الغربية. استقبل محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور نائب وزير الهجرة الكندي والسفير الكندي، حيث تفقدوا مركز الخدمات اللوجستية بمدينة العريش. أشاد السفير بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل إنفاذ المساعدات لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكوارث إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي. مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، لا زلنا نتابع معكم ما كل ما هو جديد بشان تطورات القضيه الفلسطينيه والزيارات الميدانيه التي يقوم بها المسؤولون داخل مدينه العريش. بالفعل اليوم كانت هناك زياره لوفد كندي يضم نائب وزير الهجره الكندي والسفير الكندي الى مدينه العريش، يرافقهم محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور. اثناء هذه الزياره تم تفقد مركز الخدمات اللوجستيه الموجود بمدينه العريش وتفقد جميع اقسامه، سواء كانت الأقسام التي تضم المواد الغذائية والإغاثية والأقسام الخاصة أيضا التي يعني تشمل المساعدات التي تخص الخيام وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني. خلال هذه الزيارة أشاد السفير الكندي لدى مصر بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل يعني تجميع هذه المساعدات وتصنيفها بشكل يسمح لإرسالها مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وأشار أيضا إلى أن كندا قامت بإرسال 250 مليون دولار إلى الشعب الفلسطيني الشقيق لمساندته في هذه الأزمة.
هذا أيضا بالإضافة إلى استضافة 5000 من الفلسطينيين داخل الدولة الكندية بشكل مؤقت. محافظ شمال سيناء طبعا يعني أشاد بوقوف الدول الأوروبية إلى جانب مصر من خلال إرسال هذه المساعدات وتجميعها حتى يتم إرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من كوارث إنسانية على جميع المستويات، سواء كانت الصحية وغيرها من الأزمات الكارثية داخل الأراضي الفلسطينية. لو تحولنا إلى ما يدور في معبر رفح، فإن هناك 4 شاحنات من الغاز الطبيعي بالفعل يعني عبرت معبر رفح واتجهت إلى كرم أبو سالم. 2 من هذه الشاحنات فرغت حمولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي الفلسطينية. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. 6 متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. حزب الله يشن هجوما على شمال إسرائيل، وقوات الاحتلال تعلن اعتراض عدد من الأهداف فوق مجالها الجوي. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل في 15 مايو بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف، وذلك انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة. شهدت الاحتفالية بإقامة عدد من الندوات الدينية للحديث حول دروس الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها، وهو ما يرسخ لدى النزلاء القيم الدينية التي أساسها الاعتدال. في إطار حرص وزارة الداخلية على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تطبيقاً للمفهوم الإنساني في السياسة العقابية الحديثة، نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو. شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها، وهو ما يرسخ لدى النزلاء قيما دينية أساسها الاعتدال. كل حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دروس، نتعلم من كل موقف درس، نتعلم من كل خطوة من خطوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبرة كيف نتعامل مع الحياة. النبي يقول اللهم افتح مسامع قلوبنا إلى ذكرك، لو مسامع قلبي تفتحت لأنوار الوحي لأخذت واستمدت، هحاسب نفسي على الكلمة، هحاسب نفسي على الحركة، هحاسب نفسي على الفعل. طالع نقدم التهنئة بالعام الهجري الجديد، ونحاضر النزلاء من الرجال والنساء والمحاورة بيننا وبينهم في أمن وأمان البلاد وفي مراقبة الله عز وجل وفي التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. وتقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وترفع هذه الندوات الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء، فهي فرصة أمامهم لفتح باب الاستفسار والنقاش لمعرفة أمور دينهم ودنياهم، حتى يعودوا إلى مجتمعهم محصنين فكرياً لبداية حياة جديدة. شروط التوبة النصوح، وكيف أعلم أن الله قد تقبلها مني؟ التوبة النصوح يعني التوبة التي لا ترجع فيها أبداً. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وخد بالك من حاجة جميلة قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى مدام وفقك إلى التوبة اعرف إنه عايز يتوب عليك. النهاردة كان في ندوة دينية حضرناها إحنا وإخواننا النزلاء، سألنا أسئلة وأجابنا عليها العلماء بإجابة وافية أفادتنا جميعا. بنهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية بمناسبة رأس السنة الهجرية، عاد الله على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري بالخير والأمن والبركات. في حاجات إحنا هنا عرفناها ما عرفناهاش برا من خلال الندوات الدينية. بنعرف حاجات كتير إحنا ما كناش نعرفها عن الدين عن الإسلام،
حاجات كتير ما كنتش اعرفها اتعلمتها هنا. كل اسئله بسالها بيجاوب عليها، والشيوخ بصراحه لما بيجوا بيفيدونا كتير وبيريحونا نفسيا في كل حاجه وبيردوا على كل اسئلتنا. استفيد من المشايخ اللي بتجينا والدكاتره، ان احنا بنسالهم وبناخد رد على اسئلتنا، بقى فيه تحفيظ للقران، بقى فيه محو اميه، فيه تعليم. احياء المناسبات الدينيه في مراكز الاصلاح والتاهيل احد اهم اوجه الرعايه الاجتماعيه التي تقدم للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة كابري في الجليل الغربي. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرات مسيرة انطلقت من لبنان داخل إسرائيل، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض عدد من الأهداف الجوية التي كانت في طريقها إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية. انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تمهيدا للجلسة العامة التي تنطلق السبت المقبل. هذا وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي. كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي. عقدت اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي اجتماعاتها التحضيرية للجلسة العامة التي تنطلق السبت للوقوف على مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. في اللجنة التشريعية جرى اليوم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما فيها استكمال القضايا المرحلة من الدورة الماضية وإقرار مشروع قانون استرشادي متعلق بمكافحة ظاهرة التنمر، وأيضا أقرنا مسودة لمشروع مكافحة الهجرة غير المشروعة. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وكذلك مستجدات الأوضاع في كل من السودان واليمن وليبيا والصومال وسوريا ولبنان. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في آخر اجتماعها بالنسبة لهذا الانعقاد مجموعة من النقاط، كان أهمها طبعا المحضر السابق للاجتماع وتم المصادقة عليه، ثم تحدثنا على تنفيذ الخطة التي سبقت بالنسبة للاجتماع السابق، والأهم بالنسبة لي أنا بالنسبة لهذا الاجتماع هو الوضع السياسي في الوطن العربي من خلال وضع مقترحات لمجموعة كبيرة من البيانات، كان على رأسها طبعا السودان ثم ليبيا ثم اليمن ثم سوريا. فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومناقشة مقترح بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال. أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان فتبحث مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر، وآخر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي. ناقشنا وضع آليات تنفيذية لتفعيل وثائق سابقة، على رأسها كان وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وكان معنا اللي هو خبير من الخبراء بيت خبرة، وأخذنا منها توصيات وتم تضمينها أيضا من ضمن توصيات اللجنة. كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، إلى جانب الترتيبات الخاصة بإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية.
ناقشت الحكومة مقترح إطلاق مرحلة جديدة من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالأمم المتحدة، ومقترح البدء في دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية. وخلال لقاء أمجد المهدي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق المناخ الأخضر، أكد وزير الري والموارد المائية هاني سويلم أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة. كما ناقشت الحكومة أيضا مشروع مقترح لتطوير منظومة الري بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان لتحسين حالة الري وتأهيل محطات الرفع وتطوير المساقي بالمنطقة مع استخدام نقطة للرفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الوقود وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه بالمنطقة. وقعت وزارة الثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لإنشاء منصة تراث مصر الرقمية. تهدف المنصة لإتاحة المحتوى الثقافي التراثي المصري لمستخدمي الإنترنت ضمن خطوات الحفاظ على الريادة الثقافية والتراث المصري. يهدف البروتوكول إلى إنشاء قصور ثقافة افتراضية وإنشاء مكتبات كتب صوتية وأخرى موسيقية رقمية، وكذا تدشين منصات لاكتشاف ودعم وتقديم المواهب التي كان من الصعب الوصول إليها عبر قنوات التواصل التقليدية، وإتاحة فنون الأوبرا وحفلات موسيقية عبر بوابة متخصصة. تفقد محافظ القاهرة إبراهيم صابر منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة. وخلال تفقده أكد محافظ القاهرة أن القيادات السياسية تولي اهتماما كبيرا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان التي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال. ناشدت هيئة للسكك الحديدية المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما قد ينجم عنه إزهاق للأرواح وتعطيل حركة القطارات. وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية، وذلك للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات. تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة بالعديد من الفعاليات المختلفة والتي تستهدف جذب ملايين السياح والزائرين للمدينة. بدأت الاستعدادات بإطلاق فعالية وهي باراموتور، نوع من أنواع الطيران الخفيف الذي يستهدف عشاق الطيران وسط أجواء مدينة العلمين الجديدة. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، ضعنا في آخر الاستعدادات للمهرجان وجديد الأجواء لديك هناك.
أرحب بكم مجددا من مدينة السحر والجمال من مدينة العلمين الجديدة، وربما الاستعدادات تظهر في حالة التردد من الزائرين والسائحين المختلفين على ممشى السياحي لمدينة العلمين الجديدة في هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم. يعني نرى عدد كبير من الزائرين الموجودين في الممشى السياحي من مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار، وهذا هو الهدف من مهرجان العلمين وما أكدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال فتح الشاطئ المجاني لأهالي مدينة العلمين الجديدة، بأن كل فعاليات المهرجان يستطيع أن يحضرها كل الفئات وكل الأعمار. ولذلك يعني نتحدث عن الأماكن التي استعدت لاستقبال كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومن ضمن هذه الأماكن هو الممشى السياحي الذي نتواجد به الآن، وهو على طول 14 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط. الآن يعني كل الزائرين يلتقطون الصور التذكارية ويستمتعون بكل المناظر الجميلة الخاصة بالأبراج أو حتى البحر. هذا الممشى سيشهد أيضا فعاليات مهرجان الثقافة، وهو الخاص بوزارة الثقافة. سيكون هناك عدد من الفرق الخاصة بوزارة الثقافة، سواء كانت فرق الفنون الشعبية أو التنورة أو الفرق التي تأتي من بورسعيد والإسماعيلية. كل هذه الفرق تتواجد على الممشى السياحي خلال فعاليات المهرجان لتقديم بعض الفنون المختلفة للجماهير، بالإضافة أيضا إلى جاهزية المدينة التراثية وهذا الصرح الثقافي العظيم الموجود على مساحة 260 فدان في مدينة العلمين الجديدة، والذي سيستضيف بالطبع عدد من الفعاليات منها عروض خاصة بوزارة الثقافة. وبالمناسبة منذ يومين تم افتتاح مجمع السينما في هذه المدينة التراثية. هذا المجمع مكون من 9 قاعات على مساحة 8000 متر، فبالتالي هناك عدد كبير من فعاليات مهرجان الثقافة ستكون موجودة في مدينة العلمين الجديدة. كنا أيضا منذ قليل نتابع الاستعدادات الخاصة بمهرجان نبتة الخاص بالأطفال، وهذا يأتي من حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام بالأطفال والأسر. ونحن نرى الآن اصطحاب عدد كبير من الأسر لأطفالهم، فبالتالي هيتمتعوا بكل الخدمات الموجودة في مهرجان نبتة، سواء كانت بالمسابقات الخاصة بالأطفال أو حتى باكتشاف المواهب الخاصة بالأطفال. وسيكون هناك أيضا بعض المسرحيات التي تقدم للأطفال. خلال الأيام القادمة سيبدأ فعاليات مهرجان نبتة حتى انتهاء مهرجان العلمين الجديدة. دعوني أؤكد أيضا على أن الصورة الجميلة التي تتزين بها مدينة العلمين الجديدة تجعلها مقصد للزائرين وللسياحة الدولية، كما أكد الأستاذ أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المؤتمر الصحفي السابق الذي تم الإعلان فيه عن تفاصيل النسخة الثانية. وتم التأكيد من خلاله على أهمية مدينة العلمين كوجهة سياحية كبيرة، خاصة في هذه الفترة مع الاستثمارات الكبيرة الموجودة في مدينة العلمين والتي تجعلها تكون يعني أكبر المقاصد السياحية الدولية. دعونا نؤكد أيضا على أنه خلال الأيام القادمة مع افتتاح بالطبع مهرجان العلمين الجديدة ومع حفل الكينج محمد منير، سيكون هناك بعض الفعاليات للدبكة الفلسطينية، وهذا يعني نوع ينتظر عشاق الدبكة الفلسطينية وعشاق طبعا الفن الفلسطيني، فبالتالي سيصاحب هذا الحفل. ونحن نتحدث الآن وعلى يساري تستعد مارينا ثلاثة لاستقبال حفل الكينج محمد منير، بالإضافة أيضا إلى الحفلات التي ستكون عدد كبير من نجوم الفن سواء في مصر أو في الوطن العربي سيشاركون في هذه الحفلات خلال الفترة القادمة، بالإضافة أيضا إلى عدد من النجوم الفن في المسرحيات التي ستكون خلال الفترة القادمة، منهم الفنان كريم عبد العزيز. وأيضا مدينة العلمين الجديدة في الحقيقة يعني منذ الأمس ومنذ أن تواجدنا في هذه المدينة ونحن نرى الإقبال الشديد، ربما أكد الأستاذ عمرو الفقي المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة على أنه المهرجان في النسخة الثانية يستهدف أكثر من 2 مليون زائر بعد النجاح الذي حققه في النسخة الأولى.
الأولى والوصول إلى أكثر من مليون زائر. فبالتالي نتوقع أن تكون هذه النسخة الثانية بها عدد أكبر من الزائرين. صحيح. نظرا للتنوع في الفعاليات المختلفة والإقبال الذي ربما نشاهده منذ اليوم ومنذ هذه الساعة تحديدا مع حالة الطقس الرائعة والجميلة في مدينة العلمين الجديدة. وبالتأكيد يعني هنتابع معاكم كل الفعاليات بكل تفاصيلها يوميا وبرجع لكم مرة تانية. نواصل المتابعة معك أكيد محمود جميل في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العلمين الجديدة. تعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة ضمن خطة لتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتنعكس إيجابيا على وضع المنطقة المحيطة على خريطة السياحة والتجارة العالمية. ويأتي اختيار موقع العلمين الجديدة للاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط تحقيقا للتنمية المتكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع ومركز حضري إقليمي يعيد المنطقة لبعدها التاريخي والثقافي والسياحي على مر العصور. مدينة العلمين الجديدة واحدة من المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة ضمن خطط تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتنعكس إيجابيا على وضع المنطقة المحيطة على خارطة السياحة والتجارة العالمية. في 2024 بعد 7 سنين من البداية احنا بنتكلم في مدينة اكتملت المرحلة الأولى فيها، بنسلم الوحدات اللي بنسلمها للسكان فيها، مدينة المفروض ان هي متكاملة سياحية خدمية، مدينة بتشتغل طول السنة، فيها جامعات وفيها منشآت تعليمية وإدارية، بحيث ان هي مش بس ان هي تكون مدينة موسمية، لا هي مدينة بتشتغل على مدار العام. طبعا احنا عندنا المنطقة الشاطئية طبعا بتحتوي على عدة مشروعات، منها الخدمي ومنها السكني باختلاف المستويات بتاعته، زي الأبراج الشاطئية، ودي أبراج بيتراوح الارتفاع بتاعها من 39 ل 42 دور. عندنا مشروع الحي اللاتيني ومشروع حي مزارين، دول موجودين في المنطقة الشاطئية هما كمان، طبعا بخلاف ممشى الكورنيش، الممشى الشاطئي. الممشى الشاطئي ده يعني ممشى مفتوح بطول بيزيد عن 6 كيلو للمرحلة الأولى، لواجهة شاطئية للعلمين الجديدة بتزيد طولها عن 14 كيلو. توفر المدينة مزيدا من فرص العمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة، حيث تعد أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وإحدى مدن الجيل الرابع، كما تتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي تقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر. على مدار 7 سنين اللي فاتوا دولت وفرت فرص عمل مباشرة في المدينة تتجاوز 100,000 فرصة عمل في قطاع الإنشاءات اللي كان شغال موجود في الفترة ديت. النسب ديت كانت بتتفاوت مع حجم المشاريع في البداية بتاعتها، بس إجمالا احنا كنا بنتكلم تقريبا على حوالي 100,000 فرصة عمل مباشرة. مجال الإنشاءات أو قطاع الإنشاءات في مصر تقريبا بيشتغل حوالي 72 صناعة بيخدموا عليه. لو بنتكلم تقريبا على الفرص الغير مباشرة فهي أضعاف الرقم المباشر، ودعم مدينة العلمين الجديدة لوحدها. يأتي اختيار موقع العلمين الجديدة للاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط تحقيقا للتنمية المتكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع ومركز حضري إقليمي يعيد المنطقة لبعدها التاريخي والثقافي والسياحي على مر العصور. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار المال والأعمال بنشرة السادسة مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم أميرة العقدة وأدا جاد، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. تبدأ الحكومة يوم الخميس المقبل صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. وأفادت وزارة المالية أنه في 8 أغسطس المقبل سيتم استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، مضيفة أنه تم صرف 11 مليار جنيه حتى الآن في المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. ولفتت الوزارة إلى أن إجمالية قيمة ما تم صرفه دعما من الحكومة المصدرين منذ أكتوبر من عام 2019 وحتى الآن يبلغ نحو 65 مليار جنيه.
عقد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماعا لبحث سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة في إطار خطة لتشجيع وتعظيم الصادرات. وخلال الاجتماع ناقشت وزارة الصناعة والنقل المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها ضمن أهداف الدولة لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في هذا المجال على المستوى الدولي وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي. وناقش الاجتماع أيضا مع ممثلي إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية بوش للأجهزة المنزلية خطوات إنشاء مصنع في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو. أكد وزير البترول كريم بدوي أن تأصيل ثقافة السلام والعمل الآمن لدى العاملين والحفاظ عليهم أولوية أولى، وأن الالتزام بها وتطبيقها كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولي ضرورة. وأوضح الوزير خلال الجولة التفقدية لسير العمل في حقل ظهر بوبور سعيد أن ما تحقق في هذا الحقل لم يكن سهلا، إنما هو طفرة وراءها مجهودات كبيرة بذلت وحققت أرقاما قياسية عالمية تستدعي الفخر. وكشفت الوزارة عن أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ بداية الشراكة مع إيمي حتى الآن يصل إلى حوالي 39 مليار دولار، تم إنفاق حوالي ثلث تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي استثمارات تصل إلى 13.5 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات. وفي أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، وظل خام برنت فوق مستوى 85 دولار للبرميل في وقت يقيم فيه المستثمرون توقعات أقل تفاؤلا بشأن نمو الطلب من وكالة الطاقة الدولية مقابل مؤشرات على تزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 34% ليصل إلى 82 دولار و38 سنت للبرميل. كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 28% ليصل إلى 85 دولار و32 سنت للبرميل، بينما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 6% لتصل إلى $2.51 سنت للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.85% لتسجل $2.28 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية منذ عام، مما عزز التوقعات بتراجع وتيرة التضخم إلى المعدل المستهدف ليقترب البنك المركزي الأمريكي من خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة. وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 1% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغير في مايو، ولا يزال معدل التضخم أعلى من هدف المركزي الأمريكي وهو 2%. وعلى أساس سنوي بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.3% في يونيو بعد أن صعد إلى 3.4% في مايو. ختام جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لأدى وأميرة لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكما. شكرا لك ليلى عمر. انتهت نشرة السادسة ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. لليوم الثاني اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة بيان الحكومة الجديدة تمهيدا لمنحها الثقة وسط إشادة من الوزراء المشاركين في الجلسات. مفاوضات الهدنة تتواصل في الدوحة وتنتقل للقاهرة غدا، وحماس تتهم نتنياهو بمحاولة إفشال الجولة، وواشنطن تبدي تفاؤلا حذر. مع تواصل العدوان على غزة إعلان حي الشجاعية منطقة منكوبة غير قابلة للحياة، وإدارة بايدن تستأنف إمداد الاحتلال بالقنابل شديدة الانفجار. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.